السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نزلنا قبل كده فيديو عن مسار شمس بطريقة ثلاثية الأبعاد وكان شكله جميل، فجالنا سؤال بيقول هل يوجد برنامج زي كده شبيه للقمر؟ طيب هناخد أربع مواقع. طيب الموقع اللي هو بتاع الشمس اهوت أوريه لكم، وهناخد أربع مواقع للقمر. هقول له اعمل لي افتح لي المسار دوت. ده برنامج طبعا بيعمل دراسات، لو انت عايز تشوف الظلال والتأثيرات بتاعتها في اي مكان انت هتبني مبنى فيه، وتقدر تشوفه كده ثلاثي الابعاد وتشوفه بالتايم بتاعه، وتقدر تختار المكان وتختار الشادو وتختار الوقت وكل حاجة. طيب خلينا بقى نشوف الحاجات الخاصة بالقمر. طبعا ده اول واحد معانا اهوت، تقدر تعمل دراسة دي اللي هنا الاتجاه بتاع الشمس، فالظل بتاعه القمر هتبقى انت شايفه ازاي في اللحظة ديت. ممكن نعمل انيميشن، ودي بقى تبدأ تشوفها كهورزونتال دايجرام، وهنا المون فيس. طيب ده برضو موقع تاني، هسيب لكم الثلاث مواقع تقدر تشوف اي واحدة، يعني دول كذا طريقة تقدر انت تشوف بيها. ممكن مثلا نختار ديلي مون جايد او تختار فيزيت مون تريك. هنا في مون كالكوليت، تقدر ان انت بقى تشوف اي يوم في السنة انت عايزه، تقدر ان انت تختار وتختار المكان اللي انت عايزه تنقل كده. عايز مثلا تشوف اي دولة، عايز تشوف طول اليوم هيبقى عامل ازاي، يبدأ يعمل لك الدراسة بتاعتك زي ما انت عايز. كل الارقام دي تقدر تتحكم فيها عشان تعرف اني ساعة اللي انت تعمل فيها، وممكن تشوفها لايف حسب الوقت اللي موجود حاليا. وده برضو بيعمل لك دراسة بحيث ان انت تشوف الصن والارث والمون، تقدر تلف وتقدر تشوف اني جزء دلوقتي مثلا يعني موجود هنا في إضاءة، ممكن تكون أنت موجود مثلا في أستراليا دلوقتي عندهم ليل وهكذا.